لا تنسوا الاشتراك في القناة فضلا وليس أمرا. قناة إنجليش باك دي زاد قناتكم وعرضوها على زملائكم لتعم الفائدة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا أعلنت وزارة التربية الوطنية عن رزنامة الامتحانات المدرسية للسنة الدراسية 2019-2020. بالنسبة لامتحانات نهاية مرحلة التعليم الابتدائي تكون تاريخ الإجراء يوم الخميس 28 ماي 2020. بالنسبة لامتحانات التعليم المتوسط يكون 2 من 1 إلى 4 3 جوان 2020، وشهادة البكالوريا إن شاء الله ستكون يوم الأحد 7 إلى الخميس 11 جوان 2020. بالنسبة للتسجيلات راح تكون كما أعلن عنها من 22 أكتوبر ل 10 نوفمبر. الملفات تسلم قبل الخميس 28 نوفمبر 2019. عدد الدورات دورة واحدة بالنسبة لشهادة التعليم الابتدائي، شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا. إن شاء الله بالتوفيق للجميع، إن شاء الله تكونوا من الناجحين، ربي يوفق الجميع بالتوفيق.